تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب المدينة التعليمية في الدوحة والموعد مع المنتخب المغربي ممثل العرب الوحيد في هذا الدورة الذي سيواجه نظيره الإسباني في مواجهة يسعى فيها أسود الأطلس لمواصلة مغامراتهم وتحقيق إنجاز تاريخي آخر، فيما آخر بطاقات ربع النهائي ستحسن في مباراة المنتخب البرتغالي مع نظيره السويسري المرتقبة الليلة أيضا. مراسلو سكاي نيوز عربية رصدوا تطلعات الشارع العربي في تونس والقاهرة وعمان حول مهمة أبناء الأطلس المرتقبة اليوم أمام إسبانيا. دعونا نتابع. المنتخب المغربي هو أول منتخب عربي يتأهل، إن شاء الله نشوفوه بخير وإن شاء الله يربح، فهمتني، ويفرحنا كعرب الكل، فهمتني، وأنا صحابي مغاربة وإن شاء الله نشوفهم ديما متألقين ومنورين. تأهل المنتخب المغربي شرف العرب الكل، شرف المغرب العربي كامل، كلمة شرفتنا تونس هو شرفنا. بالنسبة للمغرب أنا عندي ثقة فيهم، عندهم كرة في ساقيهم ما شاء الله عليهم، وثم الحكيمي مدام ثم الحكيمي بقدر ربي ناخذوها، وان شاء الله تكون الفرحه يعني عربيه ان شاء الله. الامه العربيه كلنا اخوات في السراء والذراء، في الكوره، في فرحه، في لمه المفيد، كيف ده واحد برك يشرفنا ونفرحوا له الناس الكل مهما كان، المفيد يرفع الرايه العربيه الفوق. ان شاء الله الترشح بتاع المنتخب المغربي يكون موفق وان شاء الله ربي يوفقهم، واحنا قلوبنا معاهم قلبا وقالبا، الشعب العربي الكل والشعب الافريقي. ان شاء الله فرص المغرب، شايف ان قدام اسبانيا كويسه، يعني انا منتخب اسبانيا ما هوش المنتخب المرعب اللي خلى المغرب تكسب بلجيكا وعملت ماتش عليهم، ماتش على كرواتيا على كندا، قادرة ان هي تكسب اسبانيا ان شاء الله. حظوظ المغرب بكره ان شاء الله في ضد اسبانيا هي حظوظ ان شاء الله بفوزه رغم صعوبه المباراه. اسبانيا منذ بدايه كاس العالم قدمت كاس عالم ممتع، ولكن المغرب برضو تصدر قائمة المجموعة تاعته، وإن شاء الله بكرة المغرب بتأهل وبتفوق على المنتخب الأسباني. فريق المغرب بيلعب كتيم عمل جماعي، طبعا حكيم زياش فرق معهم جدا، لكن هم بيلعبوا كتيم متكامل، دفاع كويس، خط نص كويس، هجوم كويس. أنا بصراحة أكتر نسخة أشوف إن المغرب بتقدم أداء كويس من أيام عزيز بدربالة وأيام البياز وضم والحداوي. رغم صعوبة المباراة مع المغرب وأسبانيا، بأن أسبانيا فريق برضك يعني يحترم وفريق قوي، ولكن إحنا دعمنا المنتخب المغرب دعم قوي. مش هنقدر نقول نحدد النتيجة، بس كل أقدر أقوله إن في 100 مليون مصري بيدعموا المغرب حاليا. الجمهور العربي أكبر مشجع، كونه الآن جميع الشعوب العربية أنظارها نحو المغرب، ونتمنى الفوز القوي إن شاء الله للمغرب بفوز ساحق إن شاء الله، تتأهل لربع النهائي وتتأهل للنهائيات إن شاء الله، ونقول من هسه ألف 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 مبروك إن شاء الله. أكيد إحنا كلنا كعرب يعني نتمنى الفوز للمنتخب المغربي الشقيق، ونتمنى له أيضا يتأهل للمباريات النهائية، حتى نتمنى له الفوز بكأس العالم كفريق عربي، احنا بنعتز في الفريق المغربي. هو أمل العرب الوحيد في البطولة هاي، وإن شاء الله يعني كل أمنياتنا ومشاعرنا مع المنتخب يعني المغربي، إن شاء الله خير، يعني إن شاء الله إنه يأدوا منيح ويبيضوا الوجه يعني، وكل الأمال معهم. بنتمنى انه يفوز، لانه الصراحه المنتخب الوحيد اللي ضل يعني في مباريات كاس العالم، وان شاء الله يعني يتاهلوا لقدام. ونبقى في اجواء كاس العالم والجماهير قبل بدايه مباراه المغرب مع اسبانيا، وينضم الينا من الرباط مراسلنا عزيز فتحي، ومن الدوحه مفادنا علي الشريف. مرحبا بكما من جديد، وابدا مع علي. بعد الفوز التاريخي على المنتخب البلجيكي وايضا على المنتخب الكندي، هل هناك امال وثقه كبيره بالمنتخب المغربي بتخطي فريق اوروبي ثالث؟ نعم موسى، بالفعل يعني آمال الجمهور العربي وتطلعاتهم كبيرة في المنتخب المغربي، هناك ثقة كبيرة أيضا
بالمستويات التي قدمها المنتخب المغربي خلال مبارياته في الدور الأول. أيضا الجماهير تتطلع إلى أن تحقق لأن يحقق المنتخب المغربي إنجاز عربي جديد يضاف في سجل الدول العربية، وأيضا يكتب في لأول مرة بلوغ منتخب عربي إلى دور الثمانية. أيضا الجماهير تؤكد بأن المنتخب المغربي بأنه لديه دفة لعيبة مميزين محترفين في شتى أنحاء العالم، يمتلكون الخبرة، يصنعون الفارق. شاهدنا أيضا يؤكدون على أن رغم الظروف التي مرت بالمنتخب المغربي في المباريات السابقة إلا وضيق والمباريات التي شاهدها إلا أنه صنع الفارق من أقل الفرص، فيعني أن الجماهير العربية تتطلع إلى هذا المنتخب بنظرة كبيرة وأيضا تفاؤل كبير. في ذات الوقت نعم يدركون أنه أن المباراة قد أمام المنتخب الأسباني مباراة صعبة، ربما تكون هناك مباراة مغلقة من كلا الطرفين، لكن ثقتهم كبيرة بالمدرب الوطني وليد الرقراقي، وأيضا ما فعله خلال المباريات السابقة يؤكد على أنه لديه خطة هذا المدرب، ويعمل وفق استراتيجية تؤهل بإذن الله هذا المنتخب المغربي. الجماهير العربية قدمت من كافة أنحاء العالم العربي لمساندة المنتخب المغربي اليوم. عن هذه المساندة بعض منهم قدم في ساعة الصباح الباكرة. ستحضر هذه المباراة لمساندة المنتخب المغربي، لكن قبل الحديث حول هذا الموضوع والمساندة العربية للمنتخب المغربي دعنا نذهب لمراسلنا عزيز فتحي من الرباط. عزيز، ضعنا في أجواء المغرب والعاصمة المغربية الرباط، مباراة حاسمة ومصيرية ربما ذكرنا في الساعة الماضية، والمنتخب المغربي يريد مواصلة المشوار وكتابة سطر جديد في هذه البطولة وسطر جديد آخر، يعني بعد إنجاز 86 لجيل بودربالا وتيمومي وأسماء الكبيرة رنانة في يعني منذ 36 عاما لم يقدم المنتخب المغربي هذه الصورة. هل الثقة لا زالت موجودة لدى الجماهير المغربية بتخطي المنتخب الإسباني في هذه المباراة الكبيرة؟ أكيد موسى، حوالي ساعتين تفصلنا عن المقابلة التاريخية بين أسود الأطلس ولاروخا الإسباني، حركة دؤوبة على مستوى شارع محمد الخامس للراجلين والراكبين، الجميع أو معظمهم على الأقل يتجهون إلا إلى أحد المقاهي لحجز مقعدهم أم إلى متابعة المقابلة عبر شاشة من الشاشات المنصبة في شوارع عمومية أم إلى البيوت. الأمال موسى أمال جماهير عريضة، سندع هذه الجماهير عينة منها على الأقل أن تدلي بدلوها في هذا الإطار. معي على يميني مصطفى، هو بالمناسبة صحفي مختص في الرياضة، لكن أريد رأيه كمواطن مغربي وكمشاهد عادي، ما هي انتظاراتك سيد مصطفى؟ طبعا الفريق الوطني المغربي الآن يشكل قوة ضاربة في مسرح هذه المواجهات من نهائيات كأس العالم بعد 36 سنة كأول منتخب عربي وإفريقي يمر إلى الدور الموالي. طبعا الفريق الوطني يلعب بانضباط تكتيكي وبترسانة أسماء نجوم عالية الجودة وبمدرب سبق له اللعب في الدوري الأوروبي ويعرف عقلية اللاعب المغربي المحترف. توقعاتك باختصار سيد مصطفى واعذرني على ضغط الوقت. أظن أن المقابلة في جيب المنتخب المغربي لأنه الآن أعطى تخوفات للصحافة الإسبانية أو للمنتخب الإسباني على أساس أن للمغرب ردين مباراة السد في عامي 1961 لما لعب المنتخب المغربي مباراة السد ذهابا وإيابا. شكرا لك سيد مصطفى. نشارك كذلك سمير، تفضل سمير، غادرت العمل، تفضل سمير، نحن على الهواء مباشرة لو سمحت. تفضل، قلت لي بأنك غادرت العمل من أجل متابعة المقابلة. نعم غادرت العمل مبكرا على الساعة الواحدة لأن هذا اليوم يعني متميز، يوم تاريخي لا يحدث كل يوم، يعني حوالي 30 سنة منتخب الوطني المغربي ما وصلش للدور الثاني من كأس العالم. احنا تايقين في المنتخب الوطني المغربي أنه يحقق نتيجة إيجابية لأن لاعب معظم اللاعبين متمرسين وكيلعبوا في أوروبا، كيلعبوا في تشامبيونز ليغ بحال حكيمي زياش واللاعبين الآخرين.
كنظن ان المنتخب المغربي قادر انه يجاري المنتخب الاسباني. كنعرفوا القيمه ديال المنتخب الاسباني، منتخب كبير عالميا، لكن احنا تايقين وكلنا تفاؤل ان المنتخب الوطني. شكرا سمير، مشاركه اخيره باختصار، توقعك بشكل سريع عزيز. السلام عليكم. التوقع ديالي كنظن بانهم يخرجوا بنتيجات، وكنتمنى فوز المنتخب ديالنا ان شاء الله، وكنديروا فيه الثقه كامله، وان شاء الله ما يكون غير الخير. شكرا رؤى، اليك الخط مباشره موسى. جميل عزيز، نعود من جديد لعلي. علي، تحدثت قبل قليل بان هناك يعني مبادرات من قبل الجماهير العربيه لمؤازره المنتخب المغربي، هل هناك تجمعات، هل هناك يعني مبادرات من قبل هذه الجماهير قبل بدايه هذه المباراه باختصار شديد علي؟ بالفعل موسى، كان هناك تجمعات في لدى الجماهير العربية في عدد من الأماكن العامة هنا في الدوحة. بعض هذه التجمعات كانت في سوق واقف، والبعض الآخر كان في حديقة اللؤلؤ. بدأوا بالتوافد إلى الملعب. معظم هذه الجماهير كانت قد قدمت قبل بدء المباراة بأكثر من ساعتين ونصف، وحتى هذه اللحظة بدأت الجماهير تتوافد من شتى أنحاء العالم العربي. بدأوا يتوافدون لهذا الملعب، ملعب المدينة، أستاذ المدينة التعليمية. الكل واثق بهذا المنتخب، والكل متفائل بالله سبحانه وتعالى أولا ثم بهذا المنتخب المغربي. كل التوفيق للمنتخب المغربي في هذه المباراة المصيرية. من الرباط مراسلنا عزيز فتحي، ومن الدوحة مفدنا علي الشريف، شكرا جزيلا لكم معنا.